الله ما ادري انا يعني فتاوى ما نقدر نقبلها بحال من الاحوال لان هاي الشباب لنا مشكله بالمجتمع تفشده ها تفشده يعني مثلا يعني تامل يعني الان اكو في واقع الامر اكو فتاوى متعبه وهي متعبه يعني فتوى يقول لك ان واحد اليوم تزوج وسبحان الله الله عز وجل ما كتب له حياه ثاني يوم مات زين وتجي مرته بعد 10 سنين جايبه ولد وتقول هذا ابنه وياخذ الميراث شو بعد؟ اوه شفت لك انت واحد ينقد هالمساله احنا عندنا قطعه كبرها وصلت تراب نسجد عليها الدنيا مقلوبه ها ليه الكفر صار كنت اشوف شكو عندك انت شتي جاي لي هذا هاي قطعه من الارض اسجد عليها انا ما فتحكي عجيب يعني ما افهم فت كلام الغرض هاللون من الفتاوى في الواقع هذا تغيير لدين الله.